هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة الشرقية، فيها تم الإعلان عن افتتاح 55 مشروع خدمي بتكلفة وصلت ل 4 مليار و300 مليون جنيه في العيد القومي. أما في القليوبية فأعلن في المحافظة انطلاق دوري المصالح الحكومية والأحياء الشعبية، وده بمشاركة 15 فريق. كمان في مطروح تم استقبال 320 رحلة طائرات تشارتر بمطار مرسى مطروح والعالمين منذ بدء الموسم السياحي. وفي المنيا تم إزالة 88 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الشرقية أعلنت الانتهاء من تنفيذ 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات الصحة والطرق والصرف الصحي والكهرباء والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي اللي بيوافق 9 سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. في القليوبية بدأت مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الدورة الرياضية في كرة القدم وتنس الطاولة للمصالح الحكومية والأحياء الشعبية على مستوى محافظة القليوبية، واللي بتقام فعاليتها بمركز شباب كفر الجزار بمدينة بنها بمشاركة 15 فرقة رياضية، وبتستمر حتى يوم الثلاث 17 سبتمبر بالتعاون مع منطقة كرة القدم في القليوبية، وبتأتي هذه الدورة احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة. محافظة مطروح أكدت أن عدد رحلات طائرات الشارتر بلغت 320 رحلة طائرات شارتر، منها 61 رحلة شارتر بمطار العالمين الدولي و259 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولي، وده مع استمرار استقبال رحلات الطيران السياحية والترحيب بالسائحين وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة وبروشورات الدعاية اللي بتوضح أهم معالم المحافظة السياحية. أعلنت محافظة المنيا عن إزالة 88 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية. فأسوان أعلنت مديرية التموين استكمال افتتاح سلسلة معارض أهلا بالمدارس بمختلف المدن والمراكز، وشهد مركز مدينة نصر النوبة افتتاح المعرض، وبيشمل بيع المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% ل 30% للاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية توقيع الكشف الطبي على 1464 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين في مركز جمصة، وضمت القافلة 10 عيادات متنوعة منها أطفال واثنين بطنة وجراحة وعظام وأنف وأذن ورمد وجلدية وأسنان ونساء وتنظيم أسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي.